السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنتكلم على Introduction to Computer Programming. هنتكلم على topics بسيطة: Why Program, Computer Systems, Hardware and Software, Programs and Programming Language. أول حاجة Why Program، بنحتاج السوفتوير فيه أو البرنامج فيه. زي ما حضراتكم عارفين طبعا ان الكمبيوتر او البي سي او اللابتوب دول تلات اسماء equivalent لبعضهم او مكافئين لبعضهم، والتلاتة دول معناهم كلمة واحدة عندنا في الكمبيوتر ساينس الا وهي الماشين. الماشين ديت بدون لا software ولا programs عليها فبنسميها steward machine. ليه؟ لان بالظبط لك ان تتخيل الموبايل اللي في ايد حضرتك السمارت فون او اللابتوب اللي معاك، لو مثلا مفصول عنه الكهرباء بقى عبارة عن ايه؟ عبارة عن حتة حديدة او حتة بلاستيك ملهاش اي قيمة، has no value. حضرتك تقدر تتصل ولا تفتح فيسبوك ولا ابليكيشن لو بنتكلم على موبايل، ولا تقدر حضرتك تفتح مين ولا تقيد الجهاز الكمبيوتر لو مفصول منه الشحن. تمام؟ نفس الكلام لو عندي كمبيوتر وصل له الشحن او موبايل وصل له الالكتريستي بتاعته، بس في مشكلة بسيطة ألا وهي إنه ما فيهوش سوفت وير هتقدر تعمل بيه ولا أي حاجة. فاللي خلى الكمبيوتر ده له معنى وفاليو هي البرامج أو السوفت وير اللي نازلة عليه. زي مثلا حضرتك شغلت الكمبيوتر عشان تسمع عليه قرآن كريم أو أغنية. طب لو ما فيش الميديا بلاير هتعرف تشغل عليه حاجة زي كده؟ لا. فتحت اللابتوب بتاعك عشان تشغل عليه برنامج زي الوورد. ليه؟ هتكتب ريبورت معين او هتكتب اي تكست، فانت محتاج يبقى فيه برنامج للكتاب. حبيت تخش على ويب سايت، لو مفيش اي ويب براوزر هتدخل ازاي؟ حبيت تتفرج على اليوتيوب نفس الكلام، حبيت تشغل موفي فيلم تتفرج عليه، كل ده كل حاجة من دول محتاجة ابليكيشن معين ومحتاجة سوفت وير معين. ايه هو بقى البروجرام؟ يبقى البروجرام او السوفت وير ممكن نعرفه ان هو عبارة عن مجموعة من الانستركشنز، مجموعة اوامر، set of commands that tell the computer او the machine. ما نشوف هنا لفظ كلمة machine، فهمنا دلوقتي المقصود بمين؟ بماشين. تمام؟ اللي هو بقى ايه قلنا اللي هو الكمبيوتر او اللابتوب، ده اللفظ العلمي بتاعها ماشين. طيب فالماشين ديت هي عشان تعرف هي تعمل ايه بالظبط، اللي بيحركها والبرين بتاعها والعقل بتاعها واللي بيقولها ايه اللي تعمله هي مين؟ مجموعة الانستركشنز اللي البروجرامر برمجها او كتب الكودينج بتاعها. خلاص. طيب الكمبيوتر في حد ذاته بقى عبارة عن ايه؟ هو عبارة عن الهاردوير، هو مكوناته الكمبيوتر. حضرتك بتبص قدامك هتلاقي مونيتور او سكرين او ديسبلاي، هتلاقي كيبورد، هتلاقي ماوس، هتلاقي هارد ديسك، هتلاقي فلوبي ديسك، طبعا دي حاجة قديمة، واحد هتلاقي رام، هتلاقي ايه تاني، هتلاقي سكندري ستورج زي الدي في دي سي دي. كل دي الهاردوير ديت كلها تعتبر ايه؟ جزء او اساسي من اجزاء الكمبيوتر. عظيم. فلما نحب نوصف الكمبيوتر سيستم او الكمبيوتر ده او اللابتوب ده عبارة عن ايه، فالراجل وصف البروجرامبل ماشين. هو ماشين مكنة او آلة. بروجرامبل يعني ايه؟ بروجرامبل قابلة ان انا برمجها او اعمل لها سوفت وير. ليه بقى؟ ايه بقى ده؟ designed to follow instructions. الماشين دي صممت انها على طول تسمع اوامر وتسمع تعليمات معينة وتنفذها. التعليمات دي من اللي بيكتبها؟ شخص او بيرسون اللي هو بيبقى عارف programming language وبيبتدي يكتب الاوامر دي والاكواد دي، بنسميه كلمة مشتقة من اسم كلمة program، اسمه programmer. طيب نعرف ايه بقى الفرق ما بين البروجرام والبروجرامر؟ البروجرام زي ما حضراتكم شايفين هو set of instructions، set of commands فين؟ في قلب الكمبيوتر ميموري. ليه؟ عشان تخلي to make the computer do something، يعمل حاجة. زي ما قلنا examples، فتحت الميديا بلاير ده سوفت وير عشان اتفرج على موفي او اسمع MP3. فتحت اي ويب براوزر ولكن كروم، فايرفوكس، اي سوفت وير من دول، او حتى الانترنت اكسبلور عشان ادخل على yahoo.com، facebook.com، اي حاجة ويب سايت على النت. هو دي كلها examples ليه؟ للبرامج والسوفت وير. هي دي اللي بتقول الكمبيوتر يعمل ايه بالظبط. بدونها يبقى الكمبيوتر ده ايه؟ ستوبيد ماشين. وزي ما اديت مثال لحضراتكم، لو انا في قلب اوضه
تمام. والأوضة دي أنا عايز أخرج منها، أنا كهيومن بينج على طول أوتوماتيك هقوم من مكاني وأفتح الباب وأخرج. الكمبيوتر لأ، لازم تقول له خطوة بخطوة، ستاند أب، فولو أو موف 5 ستيبس، بعد كده ترن ليفت، ترن رايت، أوبن ذا دور، بعد كده كلوز ذا دور. شايف كل خطوة من دول لازم تديله التعليمات، لو ما قلتلوش خطوة منهم مش هيكمل. فعشان كده احنا ساعات بنسمي الماشين دي ستيوبد ايه ماشين. مين اللي بيخليها بقى انتليجنس وذكية وبنت حلال وتسمع الكلام؟ هو مين؟ السوفت وير او البروجرام. طب يا ترى مين اللي بيكتب السوفت وير ده او البروجرام؟ شخص اسمه ايه؟ البروجرامر. وده بيرسون هو رايتس الانستراكشنز، وده اللي بيكتب الاوامر والتعليمات. ايه الانستراكشنز دي؟ اللي هي السوفت وير او البروجرامز اللي هي تو ميك ذا كمبيوتر بيرفورم ا سبيسيفيك تاسك او سبيسيفيك جوب، عشان الكمبيوتر ده ينفذ حاجه معينه او تاسك معين. سو الكونكلوجن بعد ما فرقنا ما بين الثلاثه كونسبتس دول، هو الكمبيوتر سيستم او الهارد وير والبروجرام او السوفت وير، اند ذا بيرسون هو رايتس ذا كودز او كوماندز اللي هو اسمه البروجرامر، بعد ما فرقنا بالثلاث حاجات دول ففي فاكت او كونكلوجن بنقولها. Without programmers، بدون الناس اللي هي البروجرامرز، نو بروجرامز او نو سوفت ويرز، ما فيش اي ايه برامج هتتعمل. وبالتالي without programs، بدون البروجرامز دي a computer system او لابتوب can't do anything او can do nothing، ما يقدرش يعمل اي حاجه ولا له اي فايده ولا معنى. قبل ما نشتغل على السوفت وير او الابلكيشن بتاعنا اللي هو الاوفيس ان شاء الله ونعمل تريننج عليه، وزي ما اتفقنا ان السوفت ويرز اللي هنعمل لها تريننج هي الوورد برنامج ام اس وورد مايكروسوفت وورد والباوربوينت والاكسل، لازم نتعرف على الماشين بتاعتنا دي كويس اللي معانا ونعرف امكانياتها ايه وبتتكون من ايه، عشان نبقى فاهمين واحنا بنشتغل على اي سوفت وير ايه ده موقعه بالظبط وايه دوره. فدلوقتي هنتكلم على الكمبيوتر سيستم ذا هارد وير اند سوفت وير. في عالم مشهور عندنا في قلب الكمبيوتر ساينس اسمه فون نيومان، هو ده اللي وضع المودرن ديزاين لكل البي سيز واللابات اللي عندنا في البيت او معانا. الاساس ده بيقول ايه؟ ان مفيش اي كمبيوتر سيستم الا لما يكون الحاجات دي موجوده فيها اساسيه. ايه الحاجات دي؟ 5 كومبوننت دول: سي بي يو سنترال بروسيسنج يونت، المين ميموري اللي هي الرام وساعات يطلق عليها كلمة برايمري ميموري، تمام. تالت حاجة السكندري ميموري او السكندري ستورج، فكده فهمنا يبقى في عندي ذاكرة اولية اللي اسمها المين ميموري او الرام، وسكندري ستورج او سكندري ميموري اللي هي الايه زي اكزامبل ليها الهارد ديسك، وفي اكزامبلز تانية زي الاس اس دي سوليد ستيت ديسك و الدي في دي او السي دي، كل دي والفلاش ميموري، كل دي اكزامبلز المين سكندري ستورج. وعندي input devices و output devices، الحاجات اللي جمعت بس هي ايه ال input وال output، بقى اخرها كلمة devices. يبقى انا عندي اكتر من option او عندي اكتر من بديل لل input وعندي اكتر من device او hardware لمين؟ لل output. نمسك حاجة حاجة من دول ونتكلم عنها. زي ما حضراتكم شايفين الرسمة دي هي ال conclusion بتاع السلايد اللي فاتت. ازاي الكلام ده؟ على left hand side في الجزء ده كل دي examples ال input devices، على right hand side اللي هو على اليمين كل دي examples ال output devices، وفي النص في مين؟ ال CPU central processing unit والRAM اللي هي stands for او اختصار لكلمة random access memory او اللي بيطلق عليها main memory او main primary memory، كل دي equivalent name لنفس الايه الحاجة. ده طبعا شكل RAM من جوه، والحتة دي او الجزء ده اللي هو الجري الرمادي اللي بيتثبت في المذربورد، ده شكل ال CPU او Central Processing Unit اللي هي البروسيسور بتاعي او المعالج بتاعي. زي ما حضراتكم شايفين الشباية دي في بنز من تحت اللي بتتثبت في المذر بورد، وهنا طبعا دي اكتر من ديفايس بيستخدم هذا input واكتر من ديفايس بيستخدم هذا output. بس اللي يهمني حاجتين، اول ما يسألك ايه هو الستاندرد input device على طول تقول له ما فيش غير الكيبورد، اول ما يسالك ايه هو الستاندرد اوتبوت ديفايس على طول ما فيش غير مين؟ السكرين او الديسبلاي او المونيتور. التلات اسماء دول ايكويفالنت لبعض. ليه يعني ايه الكلام ده؟ يعني اول ما افكر ايه هي كاني يعني كلمه ستاندرد عياري، او اول ما اقول وسيله ادخال للكمبيوتر اللي هي الستاندرد المتعارف عليها وما فيش اي كمبيوتر ما ينفعش يجي من غيرها، على طول اوتوماتيك تيجي في دماغ الكيبورد. طب ذا سيم سيناريو هاف مع مين؟ الاوتبوت ديفايس. اول ما افكر ايه هو الطبيعي الاوتبوت اما يطلع، يطلع على فين؟ ها الجهاز الطبيعي او الديفولتي او الستاندرد هو مين؟ المونيتور او الديسبلاي او السكرين. ده مش معناه
ان مفيش اجهزه تانية للانبوت، ولا مفيش مودة مش معناه ان مفيش اجهزه تانية للاوتبوت، لا في، بس دول ايه مش اساسيين، دول كده كماله، تمام؟ يعني يا تجيبهم يا ما تجيبهمش، في ايه نيجوشيشن او تفاوض ان احنا نجيب او ما نجيبش. اول مثال للانبوت ديفايس زي ما حضراتكم شايفين اهو، ده الويب كام او الكاميرا، دي بتكونكت بالكمبيوتر بيو اس بي او اللي موجوده في اللابتوب في النص الشاشه فوق عندك، ديت وسيله انبوت ولا الاوتبوت؟ يقول لك الكاميرا بتصور يبقى المفروض اوتبوت. هو حضرتك لما بتبص في العدسه بتاع الكاميرا بتشوف نفسك فيها؟ لا، امال يعمل ايه؟ بتكابشر يور ايمج، بتكابشر يعني بتنقل الصوره، بتاخد الصوره وتدخلها على جهاز الكمبيوتر جوه سوفت وير او ابلكيشن معين، لو بتكلم حد فيسبوك ماسنجر اي حاجه من الكلام ده هتنقل صوتك ليه، فاصبحت الكاميرا دي بتاخد صوتك، بتانبوت صوتك، فعشان كده الكلاسيفيكيشن بتاعها از انبوت ديفايس. تاني حاجه عندي الدراع اللي حضراتكم شايفينه ده اللي هو الجويستيك. الجويستيك ده اللي هو بيستخدم في طبعا الناس بتوع الجيمز او الالعاب طبعا عارفينه كويس. طبعا مش ده الشكل الوحيد، في اشكال تانية، في زراير، في ساعات بتبقى على شكل مسدسات، حاجات من جانز وحاجات من هذا القبيل. عندي الجهاز ده اللي هو عامل زي العلبه المستطيله ده اسمه ايه، سكانر. سكانر ده طبعا بالعربي اللي هو المسح الضوئي، اللي هو معاك حضرتك صوره هارد كوبي يعني كارت مطبوع كده ماسكه في ايدك، بتحطه في الجهاز ده وبيعمل له سكاننج، وعشان كده سمي الديفايس بسكانر، جاي من الفيرب سكان اللي هو بيمسح، يعني بيكابشر الصوره ويدخلها على مين، على الكمبيوتر. عندنا الديجيتال كاميرا دي برضو انبوت ديفايس. عندنا الجهاز دوت اللي هو عامل زي التابلت او الديجيتال تابلت، ده اللي هو زي ما حضراتكم عارفين بيستخدموه الناس الاديوكيتور او الناس اللي هم بيعلموا والتيتشرز او الانستراكتورز عشان يشرحوا عليه او يكتبوا بيه، بيبقى عامل زي التابلت والكتابه دي بتتنقل على السكرين او تظهر على الداتا شو. كل دي جاست اكزامبل لمين، انبوت ديفايسز، لاحظ انها جامعه. طب على الرايت هاند سايد في الاوتبوت ديفايس للسكرين، في عندي طبعا ايه زي ما حضراتكم شايفين انا تحتها البرنتر اللي هو الطابعه، في السبيكر، السبيكر ده طبعا اللي هو بيطلع منها صوت لما يجي مثلا شغل اي اغنيه او فيلم على جهاز الكمبيوتر او اللابتوب، الصوت ده بتسمعه نتيجه ايه، ان في سماعات، يبقى السماعات دي بتخرج اللي جوه الكمبيوتر يبقى اوتبوت ايه ديفايس. والسكند ستورج زي ما انتم شايفين ده الهارد ديسك من جوه اهوت، شايفين مكوناته عباره عن ايه، مجموعه اسطوانات ديسكس فوق تحت بعضها مرصوصه، واللي في النص ده موتور اللي هو بيحركهم، وهنا في الناحية التانية دي جزء ده ارم، دراع، الدراع ده في اخره ابرة او هيد مسؤولة عن الريد والرايت، ما بين كل ديسك والتاني في ارم من دول عشان يريد ويرايت من ايه، من الهارد ديسك. كده خلصنا الانبوت ديفايس والاوتبوت ديفايس والبروسيسور والرامات بشكل عام، بس ما تعرفناش على ايه فايدتهم او بيعملوا ايه. هيبتدي يمسك لك كل واحد من اللي احنا اتكلمنا عنهم في الرسمة اللي فاتت ويقول لك فايدته وبيعمل ايه وبيستخدم فيه. فعلى سبيل المثال السي بي يو، سي بي يو سنترال بروسيسنج يونت، في خطا شائع وكمان ما بين الناس بالذات في البي سي، اما تساله ايه السي بي يو يقول لك المستطيل اللي تحت ده على بعض، طبعا الكلام ده غلط، ده اسمه الكمبيوتر كيس، كيس خلاص، او شاسيز، الشاسيه، الشاسيه الايه اللي هو حافظ كل الهاردوير فيه، اللي من ضمنه المذر بورد وكارت النتورك كارد والساوند كارد والفيجا كارد، ومن ضمنهم الايه تاني المذر بورد والبروسيسور والكلام ده كله. فهل هو ده السي بي يو؟ لا، تمام. طيب السي بي يو بقى كومبرومايزد اوف او بيكون من ايه، من تو يونتس، وحدتين كنترول يونت وارثماتيك اند ايه لوجيك ايه يونت. خلاص كنترول يونت ديت هي دي اللي بتديكودز البروجرام، يعني بتفك شفره او بتفهم الانستراكشنز اللي البروجرامر كاتبها وبتبتدي تنفذها، وهي اللي بتوزع الاكتيفيتيز، يا برينتر انت اطبع الورقه دي، يا رامات انت حملي الداتا دي، يا مش عارف فايل، يا هارد ديسك هكتب فيك الملف ده. فده عامل زي مدير الاداره بتاع المكان او المصلحه اللي انا في، اسمه كنترول يونت، وحده التحكم. طيب اللي عليه بقى اللود والهيدك بجد هو البروسيسور، اللي هو اللي بيقوم بيه بعمليتين، الارثماتيك واللوجيك يونت، تمام. ارثماتيك المقصود بيها الاديشن سبتراكشن مالتيبليكيشن ديفيجن، جمع ضرب طرح اسم، هو اللي بيقوم ده بالبروسيسور. واللوجيك يونت او ريليشنال اوبريتور اللي هو بيقوم بعمليات المقارنه زيه زي البني ادم، اللي هو عمليه الليس زان جريتر زان ليس زان او ايكوال جريتر زان او ايكوال ايكوال ايكوال، كل الكلام ده، تمام. فطبعا مهم جدا لازم ناخد بالنا يعني الدرس او الكونكلوجن من الحته دي الاتي، ودي حاجه مهمه ليك في حياتك، ما تيجي تشتري هاردوير او اقصد لابتوب او بي سي او حتى موبايل، اول حاجه تهمك الناس طبعا ايه بتهمها الماركات، ايوه انا معايا ايفون
انا معايا هواوي، انا معايا مش عارف سامسونج، انا معايا نوت كام. لا 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 خالص، ولا تبص للكلام ده. ايه ده ايه ده، انا اشتري اي عدة من تحت بيسل؟ ما اقصدش كده، اقصد ان اي ديفايس، تلفزيون، تلفزيون، تلاجة، فريجيدير، بي سي، لابتوب، موبايل، له مجموعة من السبيكس تناسبك هاته، ما تناسبكش ما تجيبوش. فما تبصش لماركة ايه ده بالذات، فين في اللابات ومين والموبايلات ازاي. اهم حاجتين في اللابات والموبايلز، والحتة دي كمان ما بينهم، البروسيسور والرام. مالهم دول؟ لازم تهتم بيهم واعلى حاجة. ليه؟ لان البروسيسور هيفرق معاك والرام في السرعة. تمام، في كتير منكم مثلا اشترى موبايل وبعد شهر ولا اتنين، ياه العدة دي بقت بطيئة اوي، لا ده انا عايز اغيرها. ليه؟ عشان اشترى بيزد ممكن على الفلوس، ما كانش معلق بالمبلغ ده فاشترى على قده، او ما كانش عارف، وده في معظم الناس، او مش فاهم حاجة فاشترى وخلاص، اشترى ماركة. انا اشتريت ماركة هواوي، اوبو، سامسونج، واتيفر، بس يا ترى دي بتلبي له احتياجاته؟ بيكتشف بعد فترة لا. طب والحل؟ الحل هما بالذات في اللابات والموبايلات ان انا اختار حاجتين مهمين والباقي مش مهم، دونت كير. ايه ده ايه ده ايه ده دونت، ايوه زي ما اقول لك كده، بروسيسور وغير. البروسيسور مفهوم بيبقى له موديل او رقم كده، فطبعا كل ما الرقم ده قيمته عاليه، لو انت حتى مش فاهم اي حاجه، تمام، كل ما اكيد كده ايه امكانياته بقت اعلى، الرقم ده اعلى حاجه، دي حاجه. طب بالنسبه للرامات ايه مالها؟ الرامات حضرتك انا قلت لك من شويه ايه، بعد شويه ما تخش فيسبوك وتويتر وانستجرام تفتح الحاجات دي، لا العده تقيله مش قادر، ده بتقفل، ده بتعمل ليه؟ لان اي سوفت وير بتنزله عندك على الموبايل او اللابتوب بياخد جزء من الرام، جزء من الرام، بياخد حته من الرام، وبعدين بياخد ده حته من الرام وده حته من الرام وده حته من الرام، لحد ما الرام دي ايه اللي يحصل لها؟ تتملي. تتملي ازاي؟ زي ما حضراتكم شايفين في المثال ده، دي المين ميموري بتاعتي سواء بتاع الموبايل او ايه او حتى اللابتوب، متقسمه لمجموعه من السيلز. ايه السيلز دي؟ اللي هي الريكتانجلز دي، المستطيلات دي. سايز كل مربع او مستطيل من دول هو كام؟ 1 بايت. ليه 1 بايت؟ عشان اقل يونت اوف داتا اقدر احتفظ بيها ولها معنى هي بايت. ليه؟ ان زي ما هنعرف كمان شويه ان الكمبيوتر سيستم ده مش زينا، مش هيومن بينج، مش بني ادم، فما بيفهمش الا ارقام وحايد وصفار، اللي هي بنسميها الباينري سيستم، النظام الثنائي. واحنا كهيومن بينج لا، ما بنفهمش الباينري سيستم، امال احنا بنفهم ايه؟ حاجات لها معنى، ارقام، الداتا بتاعتنا ارقام 1 2 3 4 يا كاركترز اي بي سي دي. فاقل جزء او وحده يونت اقدر احتفظ بيها برقم او داتا هي مين بايت. البايت ده فيه كام؟ 8 بيتس. ايه ال 8 بيتس؟ البتايه الصغيره دي هي يا واحد يا زيرو. ايوه اما اقول لك بت واحد زيرو، ايوه معناها ايه؟ واحد او زيرو ولا اي معنى؟ معناها حرف الايه؟ حرف البي، حرف السي؟ لا طبعا، ده الثمان كاركترز من دول ممكن يكونوا حرف الايه؟ سوري، الثمان وحايد وصفار ممكن يكونوا حرف الايه؟ الثمان وحايد وصفار كومبانيشن طبعا مختلفه، يعني اماكن مختلفه، يعملوا لي كاركتر 10 او واحد او خمسه او كده. فعشان كده رامات متقسمه ليه للسايز ده اللي هو ايه؟ 1 بايت. الرامات زي ما حضراتكم شايفينها كده في مربعات صغيره، دي سكويرز اهو، اللي هو 0 1 2 3 4 5 6 7 اند بلا 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 لحد ايه 29. دي اسمها الادرس. يعني ايه الادرس؟ العنوان. يعني البايت رقم كام؟ البايت الاول اسمه بايت 0، البايت الثاني بايت 1، بايت 2، 3، 4، 5. ليه الموضوع ده؟ للرسمه دي بتفكرك زي انت رحت اوتيل، خلاص، والاوتيلز فيه رومز بيزي وفيه رومز فاضيه ايميتي، صح؟ طيب بعرف الرومز فاضيه او ايميتي ازاي؟ بيبقى طبعا ده دور ريسبشن، هو اللي بيقول لك يا فندم، تقول والله في حجز باسم كذا، يقول لك ايه؟ طيب حجه رقم سي 5، حجه رقم 25، حجه رقم كذا، تمام؟ بعد ما حضرتك تروح الحجره دي، اصبحت الحجره ايميتي؟ لا، بقت ايه؟ فل، مليان. طيب فبيقول لك حجه رقم كام اللي مليانه؟ فلو تخيلنا ان اللي قدامنا ده اوتيل، فلو بصينا كده فين اللي واخد قيمه؟ اهي روم نمبر كام؟ 16، واخده 149 اللي هو البايت رقم 16، ده الادرس بتاعه. القيمه بقى اللي فيه مش العنوان بتاعه 149. في بايت تاني مشغول، ايوه بايت 23، الفاليو اللي فيه كام؟ 72. يبقى انت كفاليو اللي هو ده، لكن ده ايه؟ بيمثل لي مين؟ الادرس، خلاص. طيب نرجع للكلام اللي كنا بنقوله، فانت قلت لي اهم حاجه
وانا بشتري لابتوب او موبايل انا ابص على البروسيسور يبقى عالي والرامات ايه تبقى عالية. طبعا اللغة الدارجة عند الناس بتوع الموبايلات ما بيقولكش رام ولا الكلام ده كله، امال بيقول ايه؟ بيقول حاجة ظريفة قوي بيسميها الذاكرة العشوائية. هي دي رامات بتاعته؟ اه هي دي رامات بتاعته، بيسميها ايه؟ الذاكرة العشوائية. طبعا دي كل ما كبرت كل ما ده عمل ايه؟ سمح لك برومز كتيرة قوي، رومز كتيرة اه تقدر تحط فيها ايه؟ داتا كتير، فده يقلل لك ان الجهاز يبقى تقيل او التهنيجة اللي بتحصل في الجهاز. تهنيجة اه، التهنيجة ديت بالعربي او بالمصطبوي اصلها بنسميها ايه؟ The computer is hanging او the mobile is hanging، هنج يعني. فالتهنيجة دي بتقل ازاي؟ زي ما قلت لحضرتك كده، انت اوتيل جالك فوق سياحي، كل الرومز اللي عندك فل مليانة، ها هينفع تستقبل واحد بس من الفوق ده؟ استحالة. امتى تستقبله؟ لما تقول تفضي الرومز دي، ايوه اتفضلي يا فندم عندي اماكن فاضية. تمام. فكل ما تكبر الرام، ما بقولش انت هتمنع التهنيجة دي انها تحصل، خد بالك من الفرق، امال هتقلل عدد مرات التهنيجة او تبطأ حصولها. تمام. ليه؟ لان مش هوصل لان الرامات بتاعتي ايه تتملي مرة واحدة. طيب ايه اللي بيحصل لما الكمبيوتر بيهنج؟ ايه الحل السحري اللي قدامك؟ حاجة واحدة بس، انك تعمل له ريستارت او كنترول الت ديليت، اللي هو برضه ريستارت اللي هو يطفي الجهاز ويقيده. نفس الكلام في الموبايل، اما العدة بتتقل وبسم الله ما شاء الله الحل السحري، اول ما تنفذ ده وتعمل ده تلاقي العدة رجعت زي ما كانت او الجهاز رجع. ايوه ما هو ليه؟ عشان هو بالحركة دي فضى كل القيم اللي فين؟ في الرومز اللي عنده، فضى كل الافواج وطف، وبقى ريدي جاهز انه يستعد يستقبل اي امر منك او شغالك اي برنامج. حلو كده الكلام؟ طيب نكمل. يبقى احنا كنا في السي بي يو وفهمنا هي بتقوم بايه، وده شكل مجرد لهو الوحدتين الارثماتيك اند لوجيك يونت ومين والكنترول يونت. يبقى لازم نهتم بالبروسيسور بتاعنا يبقى عالي وامكانياته عاليه، والرامات بتاعتنا برضو تبقى ايه سايزها كبير. تمام. اما نيجي نتكلم على المين ميموري او الرام، طبعا ليها ايه اختصار اتس كولد رام، ار اي ام لراندوم اكسس ميموري للذاكره العشوائيه. بيقول لك اتس فولاتايل. فولاتايل يعني ايه؟ يعني اي داتا بحطها في الرام دي اللي هي الرومز اللي احنا شفناها دي بتطير. امتى؟ اول ما اطفي الجهاز واقفله، او كان برنامج معين شغال واقفله، بيفضي الداتا اللي فيه. يعني انا ما اقدرش احتفظ داتا في الرام؟ لا خالص. تمام. طيب الرام دي عبارة عن ايه؟ عبارة عن اقل وحدة فيها سمولست بيس اوف اللي هي البت، وطبعا البت دي بتاخد كام؟ قيمة زيرو اللي هي معناها فولس او اوف، وان معناها ايه؟ ترو. لكن اقل وحده لها معنى اللي هو كام بايت، اللي هو ده عباره عن 8 كونسكتيف بيتس، 8 بيت. تمام. وطبعا بيبقى لهم ادرس، لان احنا اتفقنا ايه؟ شايف البايتس هاف ادرس، لكن البيت ما لهاش ادرس. ليه البايتس هاف ادرس؟ اهي قلنا اتفقنا ريكتانجل ده على بعضه ده كده 1 بايت، وريكتانجل ده على بعضه ايه 1 بايت، فدول اللي لهم ايه؟ ادرس، اللي هو ادرس بايت رقم 0، بايت رقم 1، بايت رقم 2 وهكذا. بعد كده في الهاردوير اللي عندنا السكندري ستورج. ايه قصة السكندري ستورج دي؟ ببساطة شديدة المين ميموري او الكمبيوتر يا جماعة كان الهدف الحقيقي في اختراعه، مش زي ما خدنا في الكتب زمان يقول لك ايه؟ لكي يقوم بالعمليات الحسابيه المعقده في اسرع وقت ممكن وفي اقل وقت وبكفاءه عاليه والكلام ده كله. ايه ده؟ ايه ده؟ امال ليه عملوا؟ الحقيقه ما كان هدف من اختراع الكمبيوتر ان هم يسيميوليتوا البني ادم اللي ربنا خلقه. ايه ده؟ ايه ده؟ معقول؟ اه لا لا، انت قصدك بقى صوفيا وروبوت وروبوتس؟ لا لا انا ما بتكلمش في النقطه دي، دي قصه تانية. امال ايه؟ مش فاهمين؟ وضح لنا. حاضر هوضح. انت كبني ادم عندك عقل بتفكر بيه، بتحسب بيه، بتجمع بيه، بتقارن، بتقول والله دي طويله دي قصيره دي تخينه دي مليانه، الاثنين دول طول بعض، الاثنين دول اقل من، ايوه. قال لك حته الحديده دي اللي هي الماشين اللي هو اللابتوب او الكمبيوتر، اتفقنا مع بعض ان احنا ايه هنسميه اللفظ ده، وده لفظ علمي. ماله؟ حط لك فيه شبايه كده اسمها بروسيسور اللي هو المعالج، وده اللي بيقوم بالعمليات الحسابيه والمنطقيه، يعني بيأد بيديليت بيسبتراكت بيمالتبلاي وبيديفايد، وكمان بيقدر يكمبير يعني يقارن، يقول لك مين لزن مين، مين اقل من لزن، ويكوال جريتر زن ويكوال ايكوال ايكوال والكلام ده كله. طيب ماشي نكمل. قال لك انت كبني ادم لك عينين بتشوف،
صح. انا ككمبيوتر سيستم هركب لك فيه كاميرا، سواء بقى اللي موجوده في النص اللابتوب او حتى كاميرا اكسترنال بي يو اس بي، او بعد ما ركبت لك كاميرا كده انت هتشوف بيها. طبعا لا، امال في سوفت وير اللي هو مثلا بيعمل فيس ريكوجنيشن او كاركتر او اوبجكت ريكوجنيشن ويتعرف على الاشياء. فزي ما انت كهيومه ما تقول ده احمد ده ابراهيم ده عزه ده منال، انا هخلي الكمبيوتر كمان يقول ده احمد ده ابراهيم ده عزه ده منال. طب عظيم، ده لغايه دلوقتي بسم الله ما شاء الله كمبيوتر بيحاكي البني ادم. جه بقى عند حته ومعرفش يكمل. ايه هي الحته دي؟ الرامات. ايه مالها؟ ما كل شويه عمال يطوروا فيها ويكبروا فيها. تمام. اسالك سؤال، حضرتك او حضرتك وانت صغير عندك 4 سنين لحد ان شاء الله ما هتتكل على الله وتموت، هتلاقي نفسك ايه جوه الميموري بتاعتك؟ احداث واسماء وعلوم مختلفة وارقام تليفونات وشوارع واماكن ومحلات وطعم، وكمان بتسجل فويس يعني صوت، يعني لو حد من ده يكون انت مش شايفه من ظهرك، اي يا احمد يا احمد ايوه ده صوت ابراهيم صح، ده صوت ماما، ده صوت بابا. الله، انت عرفت منين؟ لانك بتغزن كمان صوت او التون بتاع الفويس، ده الصوت ده بتاع مين؟ تمام، حلو قوي قوي قوي. كل ده هل انت جيت في مره قلت استنى استنى لو سمحت، استنى يا صاحبي ما تقوليش الرقم ده والمعلومه دي، استنى اما اطفي الميموري بتاعتي وايدها تاني لحسن ما بقتش قادر تستوعب، لحسن الرامات عندي هنجت؟ ابدا ما حصلش، ما حصلش ولا هيحصل. فشوف خلق ربنا عامل ازاي، وشوف الرامات مهما كبرت انا قلت لك مش هتقدر تمنع مين؟ الكمبيوتر هانجنج او الموبايل هانجنج، انه يهنج. وفهمنا التهنيجه دي معناها ايه؟ معناها ان في الرامات دي كلها كل الاوض دي اتملت بداتا، فتحت ويب سايت فياخد جزء من الرامات ويحط فيها الداتا، فتحت ميديا بلاير كمان في نفس الوقت، فتحت جيم كل دي خدت حته ودي كلها كده لحد ما اتملى كلها. تيجي تدي اي امر للكمبيوتر او الموبايل تاني ما يستجيبش. ليه؟ ما فيش ولا بايت ولا اوضه فاضيه يستقبل منها اي امر ولا ينفذ لك اي حاجه. فحلك الوحيد للمشكله دي انك تطفي الموبايل او تطفي الكمبيوتر وتقيده تاني، تعمل له ريستارت عشان تصفى الرامات دي، فالداتا اللي فيها ايه كلها تروح، فيبقى جاهز انه يأكسبت منك ايه امر تاني. بشوفه خلق ربنا وخلق البني ادم اللي هو الكمبيوتر ده، فشلوا في الحته دي. اما فشلوا في الحته دي حبوا يعالجوها. عالجوها ازاي؟ ان عاوزين حاجه تبقى في الكمبيوتر تتحط او تتضاف، احط فيها داتا، ملفات، فيديوهات، ارقام، حروف، واطفيه وايده ما تتمسحش عشان اعالج الكسور ده اللي موجود فيه. اخترعوا مين؟ سكندري ستورج، اللي هو وسيلة تخزين ايه ثانوية، ولها اشكال مختلفة، منها الهارد ديسك اللي بيمشي بالتكنولوجي بتاع الماجنتيك فيلد اللي هو المجال المغناطيسي، اللي هو زي ما شفنا هنا في الرسم اللي فاتت دي، اهو اهو ده الهارد ديسك اللي انا بتكلم عنه. زي ما انتم شايفين اهو، مجموعة من الديسكس او الاسطوانات بتلف في اتجاه معين، وفي ارم اللي هو الدراع ده، وفي اخره هيد بيقرا ويكتب. ده طبعا بيلف الموتور مهما كان سريع فهو بطيء، وفي ميكانيكال موشن وماجنتيك فيلد كل ده بيبطئوه، رغم انهم لغايه دلوقتي عمال يطوروا طبعا في السبيد بتاعته، السرعه بتاعته دي والاداء بتاعه. فده اول مثال لمين؟ للسكندري ستورج. فده لما تحط ملفات على الهارد وتطفي الكمبيوتر وترجع تيده تاني بتلاقي الملفات دي ولا لا ما اتمسحتش. بعض كتب الكمبيوتر تجاوزا وخطأ سموهم بيرمننت ستورج، يعني وسيله تخزين دايما والدوام لله وحده. وقد ثبت علميا ان الاجهزه دي كلها اللي هي السكندري ستورج، اللي هو من ضمنها الهارد ديسك او الفلاش ميموري او الدي في دي او السي دي او اي حاجه من الاجهزه دي كلها، لو حتى سبتها مركونه لوحدها كده من غير ما تشغلها تحط عليها داتا ممكن تبوظ لوحدها، لان كل شيء له عمر افتراضي. تمام، وبالتالي تم تعديل كلمه بيرمننت ستورج لكلمه ايه؟ سكندري ستورج، وسيله تخزين ثانويه او ثانيه. الله، طب هي مين الاوليه؟ ايه الاوليه دي؟ اسمها ايه بالانجليزي؟ برايمري ستورج. ما احنا قلناه البرايمري ستورج هي مين؟ هي دي اللي هي مين؟ المين ميموري، اللي هو اول حاجه بحط فيها داتا او بلود فيها ملفات هي الميموري. بس عيبها انها ايه؟ فولاتايل. بينما النون السكندري ستورج بيتقال عليها ايه؟ نان فولاتايل. ليه نان فولاتايل؟ غير متطير، او الداتا فيها اللي ما بتتمسحش، عشان الداتا والبرامج وكده بتريتين، بتظل موجوده او محتفظ بيها على الكمبيوتر حتى وهو ايه؟ مطفي. ايه بقى الاكزامبلز للحاجات او الاجهزه اللي بيتقال عليها سكندري ستورج؟ قلنا الهارد ديسك اللي هو العادي اللي عندنا، في
في تكنولوجيا جديدة للهارد ديسك جديد سموه اس اس دي، اللي هو سوليد ستيت ديسك. ايه السوليد ستيت ديسك دي؟ شباية كده وبيتخزن على الملفات، بالتكنولوجيا بتاعتها اشبه بمين، بالفلاش ميمو، وبتبقى سريعة. عشان كده هتلاقي حضراتكم اللي يشتري دلوقتي لابتوب او بي سي في الغالب مش هتلاقي في قلبي دي في دي ولا سي دي ولا الكلام ده كله، مات. امال مكانه ايه؟ مكانه اس اس دي اللي هو الهارد ديسك السريع ده. وطبعا كمنه غالي، بيتحط باحجام صغيرة، بدأ مثلا 128 جيجا، 256 جيجا، والكبير بقى قوي لو جبت نص جيجا يبقى كويس قوي. وده في الغالب بس بحط فيه نسخة الويندوز عشان يبقى التحميل ايه، سريع. ماشي. طيب ايه تاني examples secondary storage؟ الاوبتيكال ديفايسز اللي هي الحاجات اللي بتمشي بتتكتب بشعاع الليزر، زي السي دي روم والدي في دي، وده الله يرحمهم ما بقوش موجودين. عندي تاني برضو الفلاش ميموري اللي هو والاس دي كارد، كل الحاجات دي طبعا من examples مين، للسكندري ستورج. طيب طبعا الانبوت ديفايسز قلناها في الرسمه خلاص. في من ضمن الاجهزه اللي احنا قلناها دي في الرسمه، عشان بس الناس تبقى فاكره احنا بنتكلم على اجهزه، اهي قلنا اللي على الليفت هاند سايد هما الانبوت ديفايسز، واللي على الرايت هاند سايد الاوتبوت ديفايسز. في من ضمن الاجهزه دي انبوت بيورك از انبوت ديفايس واوتبوت ديفايس، مين؟ الديسبلاي او السكرين. بس لو قلتها كده لوحدها غلط، ما لازم تقول ايه؟ تاتش سكرين، الشاشه اللي باللمس. حضراتكم لو رحتوا هايبر وان او اي اي مول او كده، ورحتوا على الكاشير هتلاقي شاشه كده، او حتى اي كافيه او ريستورانت وبتعمل اوردر كنتاكي اي حاجه من الكلام ده، بيعمل تلاقي شاشه قدامه وهي انبوت واوتبوت في نفس الوقت. ازاي؟ بيكتب عليها الاوردر وبيظهر وبيبقى شايفه قدامه. مثال اخر، التاتش سكرين اللي موجوده في الموبايلات بتاعت حضراتكم. مش حضرتك على الموبايل بتقدر تدي اوامر وينفذها، وفي نفس الوقت كمان تقدر تشوف حاجات وتعرضها. طيب يبقى هو ايه، بيأكت از انبوت اند اوتبوت. اكزامبل تاني، الديفايس اللي مش موجود هنا واوتبوت ديفايس بس، اوتبوت ديفايس بس، حاجه اسمها البلوتر. ايه البلوتر ده؟ برينتر كبيره، بتستخدم فيها يا جماعه في طباعه اللوحات، اللوحات بقى الهندسيه او الاعلانات الكبيره او البنرات، ده البلوتر بيستخدم في كده. طيب نكمل. دي بقى حتة تهمنا، احنا كل ده بنقوله ده ليه؟ عشان نوصل لحاجة معينة، لو هاو تو بي ا فاميليار وذ ذا كمبيوتر سيستم. ازاي قبل ما تتعلم تشتغل على السوفت ويرز بتاعته، تبقى فاهم مكوناته، تبقى فاهم الماشين اللي انت بتتعامل معاها دي عبارة عن ايه، وازاي وتستخدمها ازاي. فالكمبيوتر او بعد ما اتكلمنا از هاردوير، هنتكلم دلوقتي على السوفت وير والبرامج اللي فيه. البرامج متقسمة لتو كاتيجوريز، لفئتين، حاجة اسمها سيستم سوفت وير، حاجة اسمها ايه، ابلكيشن سوفت وير. ايه الفرق ما بين الاتنين؟ السيستم سوفت وير من اسمها سيستم، دي كأنها اختصار لكلمتين الحقيقة، بس كلمة متشالة مش موجودة. اوبريتنج سيستم سوفت وير يعني البرامج الخاصة بنظام التشغيل. طب وهو ايه الاوبريتنج سيستم ده اصلا؟ هو زي نظام التشغيل بتاع الويندوز اللي على الجهاز بتاع حضرتك، او لو كنت جايب ماك ديفايس فيبقى اللي هو الاي او اس الاوبريتنج سيستم، او ممكن تنزل اللينكس، اي ديستريبيوشن لينكس، اوبونتو، سو اوبن سوزا، كل دي اكزامبلز اوبريتنج سيستم. لو بنتكلم على سمارت فون وموبايلات، في بعض مثلا العدد بيبقى نازل عليها اندرويد، وفي ناس تانية بيبقى نازل عليها الاي او اس بتاع ماك، وفي ناس تانية بيبقى نازل عليها اوبريتنج سيستم الخاص بالبلاك بيري، وفي زمان كانت نوكيا بتنزل سيمبيان، يعني في اوبريتنج سيستمز كتير. فالبرامج اللي هي خاصة بتعمل مانجمنت للكمبيوتر هاردوير او للموبايل وبترن عليهم، دي بنسميها مين، سيستم سوفت وير او اوبريتنج سيستم سوفت وير. اكزامبلز ليها ايه؟ الاوبريتنج سيستم اللي هو نظم التشغيل، يعني ويندوز ده ما تقول تصنيف هو سيستم سوفت وير ولا ابلكيشن سوفت وير، اكيد سيستم سوفت وير. طيب اليوتيليتي بروجرامز، يعني اليوتيليتي اللي هي حاجات ادوات لا يمكن الاستغناء عنها. حضرتك لما تيجي مثلا تفرمت الجهاز بتاعك خلاص، او تفرمت الموبايل بتاعك، حلو، بتلاقي بعد ما تنزل بقى ايه نسخه تاني، او الفيرم وير لو على الموبايل اللي هو الاوبريتنج سيستم بتاع الاندرويد او كده، بتلاقي بعد خلاف الاوبريتنج سيستم بعض البرامج كده زي الكالكوليتور والاله الحاسبه زي البينت، دي انت بتنزلها كبرامج مستقله؟ لا، ده بتنزل اوريدي مع الويندوز، او بتنزل اوريدي مع مين، مع الاندرويد او الاي او اس، فدي بتسميها يوتيلتيز اي بروجرامز او السوفت وير ديفلوبمنت تولز. ايه بقى السوفت وير ديفلوبمنت تولز؟ اللي هي الكومبايلرز. ايه الكومبايلرز؟ البروجرامرز، الناس اللي بيكريت سوفت وير بيستخدموها. كومبايلر ده معناه ترانسليتور، مترجم. ليه مترجم؟
لان ما هنعرف كمان شويه ان عشان اعمل برنامج زي الوورد، زي الباوربوينت، زي الميديا بلاير، زي البراوزر، لازم اتعلم لغه برمجه. ولغه البرمجه دي عباره عن مجموعه اوامر وقواعد معينه. بكتب الاوامر دي فين والقواعد دي فين؟ في حاجه في سوفت وير، برنامج اسمه ايه؟ كومبايلر. كومبايلر، تمام. الكومبايلر ده بيعمل ايه؟ بيترجم الامر ده من اللغه اللي انا اتعلمتها، سي سي بلس بلس، فورتران، جافا، سي شارب، بايثون، روبي، اي حاجه من الكلام ده كله، لحاجه اسمها مين؟ الماشين لانجوج. ايه الماشين لانجوج؟ لغه الاله اللي بيفهمها الكمبيوتر، اللي هي عباره عن ايه؟ حبه وحيد وصفار، 1 0 0 1 1 0. فاكزامبلز ايه للسوفت وير ديفلوبمنت تولز؟ كومبايلر مثلا زي السي بلس بلس كومبايلر، بولن سي، فيجوال سي بلس بلس، كل الحاجات دي، جافا، نت بينز، كل دي ايه؟ اكزامبلز. لا طب نيجي بقى لاي برنامج تاني انت نزلته على الكمبيوتر وملوش دعوه بالاوبريتنج سيستم، تصنيفته ايه؟ تصنيفته انه ابلكيشن سوفت وير. هي عباره عن ايه؟ هي البرامج اللي بتقدم سيرفيسز او خدمات معينه لليوزر. سي انا دكتور نزلت برنامج بينظم العياده بتاعتي اللي هو كلينيكال مانجمنت، ده تصنيفه ابلكيشن سوفت وير ولا اوبريتنج سيستم سوفت وير؟ تسال نفسك هو بينزل مع ويندوز؟ اكيد لا، ده انا اللي منزله، يبقى ابلكيشن سوفت وير. سي انا نزلت برنامج بيعمل ايه؟ بيشغل فيديوهات، ميديا بلاير، في ال سي، اي حاجه من الكلام ده كله، هل ده نزل مع الويندوز؟ لا، يبقى ده تصنيفه مين؟ ابلكيشن سوفت وير. فا اكزامبل زي الوورد بروسيسنج زي مايكروسوفت وورد، الجيمز كل انواعها، البروجرامز تو سولف سبيسيفيك بروبلمز، نزلت حاجات معينه، كل دي ايه؟ تعتبر ابلكيشن سوفت وير. نيجي بقى دلوقتي ده اخر حاجه نتكلم فيها، البروجرامز اند البروجرامنج لانجوج، ايه هي البرامج ولغات البرمجه؟ زي ما اتفقنا ان اي سوفت وير عباره عن ايه؟ اللي هو برنامج زي الوورد، برنامج زي الباوربوينت، برنامج زي الويب براوزر اللي هو كروم، جوجل كروم او فايرفوكس، الجماعه دول اللي برمجهم، برمجهم ازاي؟ كتب مجموعه اوامر، مجموعه كوماندز انستراكشن اللي بتقول للكمبيوتر يعمل ايه بالظبط، ازاي يشغل الفيديو، ازاي يفتح الويب سايت ده، ازاي يشغل الام بي 3 ده. خلاص، اذا عملت مجموعه الاوامر دي وكتبتها تمام، يبقى انا كده ايه؟ هو ده البرنامج بتاعي. لازم نفهم ان في لغه لانجوج اسمها الماشين لانجوج. جودي زمان القدماء الفراعنه، مش المصريين طبعا، البروجرامرز الاوائل كانوا بيبرمجوا بيها، بيقعدوا يكتبوا كميه وحاد واصفار رهيبه جدا، والوحاد والاصفار دي اللي الكمبيوتر بيفهمها، فالران تايم بتاعها او التنفيذ بتاعها بيبقى سريع. يبقى ايه؟ سريع. ليه وحاد واصفار؟ ليه الكمبيوتر ما بيفهمش احمد، علي، برنت، سي اوت، سي ان، الاوامر دي؟ لان الكمبيوتر اصلا هو ماشي ازاي او بيتعامل الديفايس اللي جواه، الهارد ديسك مع رامات، في بساطه من لا قنوات او ممرات، اللي بالبلدي كده مواسير او تيوبس ما بين الاجهزه دي وبعضها، بيتبادلوا الداتا ازاي في الصوره الباينري دي، 1 0 0 1. ايوه، ازاي؟ عباره عن الكتريكال سيجنال. تخيل كده في سلك كهرباء وفي قلبيه مفتاح زي مفتاح النور، وبتوصل كده بتايد المفتاح بتعمل تيرن اون، يبقى كده مرات الكتريكال سيجنال فيه، كده كانك بعت السيجنال الاولى اللي هي 1، طفيت المفتاح بعت 0، عملت تيرن اون يبقى بعت سيجنال، الكتريكال سيجنال يبقى 1، سبته شغال يبقى كمان مره بعت 1، طفيته يبقى بعت سيجنال 0، كانك ما بعتش حاجه، 1 0 0 0. دي اللغه اللي بيفهمها الكمبيوتر، اللي هي الباينري سيستم او الوحاد والاصفار، واللي اسمها ايه؟ الماشين لانجوج. طب ده لينا كهيومن بينج، تقدر تقول لي الواحد 0 0 و2 ده عباره عن ايه؟ ايه الكلام الهيروغليفي ده؟ ولا فاهم منه حاجه. يبقى احنا كهيومن بينج مش فاميليار معانا، فاخترعوا ما يعرف باسم يبقى هاي ليفل بروجرامنج لانجوج. ايه الهاي ليفل بروجرامنج لانجوج دي؟ دي لغات برمجه قريبه للهيومن، يعني البني ادم يقدر يفهم الاوامر، مش مجموعه وحيد ومين وصفار زي مين، اللو ليفل لانجوج اللي هي الماشين لانجوج. ازاي؟ اكزامبل للهاي ليفل لانجوج، لغات طبعا مش كلها دول والنون، سي بلس بلس، بيزك، فورتران، جافا، كوربل، سي شارب، سي، بايثون، جافا سكريبت، فيجوال بيزك، روبي، كل دي اكزامبل. هل دي كل لغات البرمجه؟ لا طبعا. حد سالك هاو ماني لانجوج ان ذا ماركت، كم عدد لغات البرمجه اللي في السوق؟ انفينيتي. هاو ماني كومبايلر لغه معينه؟ انفينيتي، كتير كتير كل حاجه. تمام. طيب كده نبقى احنا قلنا جاست انتدكشن على الكمبيوتر سيستم اللي هو هنتعامل معاه، ونبقى عارفين مكوناته كهاردوير وكسوفت وير، ومين هو، ايه هو البرنامج، دي مجموعه اوامر للبروجرامر بيكتبها عشان يخلي الكمبيوتر ينفذ حاجة معينة، وايه هو البروجرامر ده؟ الشخص اللي بيكتب الكود وبيعمل الكلام ده. طبعا البروجرامرز دول هم خارجين حاسبات وكمبيوتر
معلومات او حسابات وذكاء اصطناعي، هم دول اللي الناس اللي متخصصين اللي بيكتبوا الاكواد دي. طيب ايه تاني؟ يبقى قلنا البروجرام والبروجرامر، واتكلمنا عن الكمبيوتر سيستم هو مكوناته السي بي يو والرامات اللي هو البرايمري ستورج، سوري البرايمري، البرايمري ستورج او من ميموري، تمام، والسكندري ستورج اللي هو الهارد ديسك والدي في دي. واتكلمنا في الاخر على ايه هي الفرق ما بين الهاي ليفل لانجوج واللو ليفل لانجوج، وبشكل عام تصنيفة البرامج بتاعتنا اللي هي سيستم او اوبريتنج سيستم سوفت وير ولا ابلكيشن سوفت وير. وان شاء الله بدءا من المحاضرة القادمة هنتكلم بقى على مين، على الاكزامبلز الابلكيشن سوفت وير اللي هو مايكروسوفت وورد، ونشرحه وتباع عن الباوربوينت والاكسل ان شاء الله. شكرا لحضراتكم جميعا.